وسبعين عام العلاقات المصرية الروسية صعودا وهبوطا في مجالات التعاون الدبلوماسي والعسكري والتجاري، فيما تكفلت الأيام بعودتها تدريجيا من جديد مع ظهور بوتين في مصر بعد غياب 10 سنوات خلال زيارة رسمية تستغرق يومين، يستكمل خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتباطا بالمحادثات التي تمت بين الزعيمين أثناء زيارة السيسي إلى روسيا أغسطس الماضي. بدأت في سنة عام 43 وشهدت تغيرات جوهرية حتى أصبح اليوم شريكان رغم اختلاف التاريخ والجغرافيا، فيما تمت الخطوة الأولى للتعاون المصري الروسي والاتفاقية السوفيتية وقتئذ، وتطورت العلاقة بعد ثورة يوليو عام 52 حينما قدم السوفيت لمصر بتحديث قوتها المسلحة وتشييد السد العالي. وقد بلغت العلاقات الثنائية ذروتها في الستينيات من القرن العشرين حينما ساعد الخبراء السوفيات مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، ومنها الحديد والصلب في حلوان، مجمع الألومنيوم في ناجع حمادي بصعيد مصر، ومن أسوان إلى الإسكندرية. وعلى الرغم من التطور الذي شهدته العلاقات في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات وانقطاعها تماما حتى سبتمبر عام 81، فإنها بدأت في التحسن تدريجيا في عهد الرئيس الأسبق مبارك. كانت مصر في طليعة الدول التي أقامت علاقات مع روسيا الاتحادية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 91. وتكتسب العلاقات السياحية بين البلدين أهمية كبيرة في ضوء الأعداد الكبيرة للسياح الروس الذين يزورون مصر سنوياً.